يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا وأعظمه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا أما بعد أيها المسلمون فأوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل فإن التقوى هي الحبل الأقوى للفوز بجنة المأوى وهي وصية الله لكم ولمن كان قبلكم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها المسلمون فكثيرا ما ننظر او نسمع او نقرا شيئا جديدا لم نكن نعرفه نحن ولا اباؤنا ومما لم تعرفه امتنا ولا مجتمعاتنا واذا كانت النفوس تستنكر ما لم تعرفه في امور دنياها فانها لما يكون من تغير في امور دينها اشد استنكارا واقوى انكارا كيف لا وقد اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بدجالين يجيئون في اخر الزمان وحذر منهم فقال كما عند مسلم سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفئه الذين يحدثوننا بما لم نسمع نحن ولا اباؤنا فهي امور مستنكره في ديننا وقد تكون هذه الفئات وقد تظهر في صوره علماء او مشايخ او مفتين او سياسيين محنكين او كبراء مطاعين يزعمون الدعوه الى تصحيح الدين والى سلوك سبيل الاعتدال والتوسط فيعمدون الى نصوص محتمله متشابهه ويطلقون احكاما باطله ويصححون اعتقادات فاسده بل وربما يبررون اخلاقا هابطه عباد الله ان مما تقرر في نفوس المسلمين على مر العصور والازمان حتى صار حقيقه لا شك فيها عندهم انه لا دين حقا عند الله الا الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام وقال ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وجاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بمن نفسه بيده ان احدا من هذه الامه والمقصود بالامه هنا هي امه الدعوه لا امه الاجابه لا يسمع شخص بالنبي صلى الله عليه وسلم يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسل به محمد صلى الله عليه وسلم ما النتيجه الا كان من اصحاب النار هذه امور مسلمات في ديننا قطعيات متقرره في نفوس العامه قبل نفوس العلماء لذا كان دين الاسلام هو دعوه الانبياء جميعا من اولهم الى اخرهم والاسلام يطلق بازاء معنيين معنى عام ومعنى خاص المعنى العام هو دين الانبياء جميعا على اختلاف شرائعهم والمعنى الخاص هو شريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اختص الاسلام بهذا المعنى الخاص فكل الاحكام مناطه بهذا المعنى لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله المسلم اصبح اصطلاحا خاصا يطلق على من آمن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو المسلم ومن لم يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا يصدق عليه اسم الإسلام وإن شهد أن لا إله إلا الله إخوة الإسلام مع تقرر هذا المعنى في نفوس المسلمين عامتهم قبل علمائهم وصغارهم قبل كبارهم الا اننا نسمع بين الفينه والاخرى اصواتا نشازا تنادي بوحده الاديان تاره وتنادي بما يسمى بالدين الابراهيمي يعمدون الى مكان يضعون فيه مسجدا وكنيسه ومعبدا يهوديا ويسمون الجميع بالدين الابراهيمي وربما يتوسع بعضهم فيدعو الى طباعه القران والتوراه والانجيل في كتاب واحد بدعوى وحده الاديان وهم بذلك انما يريدون ضرب معتقدات الامه الله سبحانه لا يسوي بين المسلم والكافر لا يستوون عند الله وهم يضربون معتقداتنا بهذا الدين الذي يدعون اليه وهو دين باطل ودعوى مردوده تناقض صريح كتاب الله سبحانه وتعالى وتكذب محكم اياته يعمدون الى ما تشابه من ايات الله والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال هو الذي انزل الكتاب منه هو الذي انزل اليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله يعمدون الى ايات ورد فيها مصطلح الاسلام ثم يفسرون هذا المصطلح بالمعنى العام ومع هذا التفسير وهذا التحريف وهذا التدليس فإن أعداء الدين لن يرضوا عنهم كما أخبر ربنا جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وليس حتى توسع الملة لتدخلهم معك ودوا لو تده لو تدهن فيدهنون لا يمكن أن يرضى أعداء الإسلام بهذه الدونية من المسلمين بل لن يرضوا عن المسلمين حتى ينسلخوا عن دينهم وحتى يتبعوا دينهم الباطل وفي إقرار هذا الدين الإبراهيمي من مؤسسات رسمية يفترض أنها تحافظ على شريعة الإسلام ومن أناس يتزيون بزي المشيخة والعلم يبررون هذا الباطل وهذا الباطل يضرب معتقد الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين والله سبحانه يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب الله في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه من كتب الله في قلبه الايمان ومن ايده الله بروح منه لن يقترب من هذه الاديان المحرفه الباطله اننا نقر بناء على معتقدات ديننا الثابته الراسخه بان اهل الكتاب قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من امن منهم واصلح فهو في الجنه لكن بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن دينهم محرفا ولو كان دينهم صحيحا فهم كفار خالدون مخلدون في النار اذا لم يتبعوا شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. اذا كان موسى عليه صلوات الله وسلامه حيا بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا ينجيه امام الله الا اتباع دين الاسلام. كيف وقد اخبر الله سبحانه بان عيسى عليه السلام عندما ينزل في اخر الزمان ينزل فردا من افراد امه محمد صلى الله عليه وسلم فيحكم بشريعه الاسلام ويكسر الصليب ويضع الجزيه وينشر دين الاسلام. هذا نبي الله الذي بعثه الله بشريعه الى قومه عندما ينزله الله في اخر الزمان ينزله تابعا لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ناصرا لها ومؤيدا لها هذا المعنى ينبغي ان يتقرر وان يتكرر في منابرنا وفي كلياتنا وفي معاهدنا وفي مجالسنا العامه والخاصه لا نداهن في دين الله ولا نترك ثوابت ديننا ارضاء لاحد لا ارضاء لدول ولا ارضاء لافراد انما نرضي الله سبحانه وتعالى باتباع دينه وبالوقوف عند ثوابت ديننا اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله, فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله حمدا كثيرا كما امر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بألوهيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا استولى اسر ايها المسلمون ان هذه الفريه وان هذه الشبهه ليست وليده اللحظه ليست متجدده وانما سلف هؤلاء اليهود والنصارى انهم اطلقوا هذه الفريه وقد ردها الله سبحانه عليهم صريحه في كتاب الله فادعوا انهم على مله ابراهيم والله سبحانه ابطل هذه الفريه ورد هذه الدعوه في سوره ال عمران فقال ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين قبل ذلك يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين مله ابراهيم التي امر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باتباعها هي مله الاسلام ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين لم يكن ابراهيم عليه السلام يهوديا ولا نصرانيا كما قال ربنا جل وعلا فهذه الفريه اطلقها سلفهم من اليهود والنصارى والان يتلقفها اعداؤنا ليبثوا هذه الشبهه وهذه الفريه عبر ابناء هذا الدين فيتحمس بعض ابناء هذا الدين لنشر هذا الامر بدعوى انه يجلب السلام وبدعوى انه تقارب بين الاديان والله عز وجل يقول فماذا بعد الحق الا الضلال فماذا بعد الحق الا الضلال الحق هو دين الله سبحانه الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وكل ما سوى هذا الدين باطل إذا كيف نصنع بأتباع الديانات السابقة الذين آمنوا بالله وأخلصوا دينهم لله واتبعوا أنبياءهم ورسلهم أولئك كما وعد الله سبحانه في الجنة لكن بعد أن جاء الإسلام كل أبناء الإسلام قاطبة يقرون بهذه الحقيقة القطعية لكن أعداءنا يريدون أن يزعزعوا هذه الثقة في معتقداتنا كل أبنائنا يقرون بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء آخر الأنبياء وأن شريعته خاتمة للشرائع وناسخة لها وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه شريعتنا ناسخه لكل الشرائع السماويه السابقه وبعثه نبينا صلى الله عليه وسلم للناس كافه فهذه الحقائق ينبغي ان تطرق اسماع ابنائنا في كل اللحظات نبينا خاتم الانبياء ورسالتنا خاتمه الرسالات وناسخه لها ونبينا مبعوث الى كافه الخلق وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هذه المسلمات ينبغي ان تعاد وان تطرق اسماعنا واسماع ابنائنا حتى تثبت هذه المعتقدات ولا تتزعزع امام هذه الشبهات اسال الله عز وجل ان يعلي دينه وان ينصر كلمته وأن ينصر أتباع دينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة إخواننا المصابون بالزلازل المسلمون الذين يفترض أن نحس بهم كما يحس الجسد بأحد أطرافه كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثلا فقال مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لا يستطيع الجسد ان ينام وعضو من اعضائه مصاب بل ذلك يجبره على السهر وكيف ينام ابناء الامه واخوانهم ينامون في العراء وبعض اخوانهم لا يجدون ماوى ولا يجدون ما يسدون به رمقهم حمل بعض أهل العلم أو حمل كثير من أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة على هذه الظروف على هذه الظروف الاستثنائية نعم ليس في المال حق سوى الزكاة إذا كانت الأمور اعتيادية ولم يطرأ للمسلمين طارئ أما وقد طرأ الظروف استثنائية للمسلمين فيجب على أهل الأموال وجوباً أن يبذلوا المال لإخوانهم، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه المعاني الإيمانية الرفيعة التي ينبغي أن تشاع بين أبنائنا، الآن بعض الجهات أسأل الله عز وجل لهم التوفيق وأن يكتب لهم الأجر، أتوا إلى هذا المسجد طمعا في احسان المسلمين لاداء ما اوجب الله عز وجل عليهم من الانفاق لهؤلاء المحتاجين الذين لا يجدون ماوى ولا يجدون ما يسدون به رمقهم ولا ما يلتحفون به فابذلوا اموالكم طيبه بها نفوسكم واعلموا ان الله سبحانه يقبل الطيب من عباده ويثيب العباد عليه وما تصدق عبد لله عز وجل خالصا من قلبه إلا عوّضه الله سبحانه وبارك له في ماله وأهله وذريته عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين